عندنا القبائل والعوائل الكبيرة أو خشم البيت بيقولوا إنهم بيحاولوا يثبتوا وجودهم في الشهامة وفي الكرم وفي الشجاعة أكثر من الآخرين. ليش شهري قدم لإبراهيم أيوة أكثر مني أنا؟ عرفت كده يعني؟ ليش ونحن هما نكون في ذبحوا منطقة له؟ واحدة يعني. نعم، أنا وناهد ممكن نتشاكل في في محمد شهري الشهري أنت يعني. تذبح له أيوة وأنا ما ذبحت، لا هو يعني ذبحت. هذه واردة، هذه واردة، لكن يقول لك ما يقدم الطيب إلا لأهل الطيب. يا سلام، صح فيه الكرم وفيه، لكن فيه الناس اللي تستاهل وفيه الناس اللي ما تستاهل في الغيرة صراحة، برضو في الغيرة أو غيرها. الغيرة متواجدة في كل محل، إيه؟ في الرجل أو في المرأة، بس الغيرة دي بتختلف حقة الكرم تحديدا يعني. ده حبك للكرم بصورة عالية صح، مخليك انك انت يعني تطمع في اي ضيف حتى لو جالي جارك. صحيح صحيح. فدي هي مرحلة من مراحل الكرم، افتكر انها هي عالية صحيح. جدا. صحيح. هو الحين نفس ما تفضلت الاستاذ، صار المجلس واحد، يعني زي عندنا عادات في الجنوب، في جنوب المملكة، مثلا نتكلم على عائلتي الكريمة، الله يمسيهم بالخير، الله يمسيهم بالخير، مجلسنا واحد، ضيفنا واحد، الكل يكرم ضيفه. حلو، مو يكرم ضيفه، الجميع يكرم ضيفنا، نسميه ضيفنا. يعني مثلا يجي عند بيت كبير وناصر يجي وابراهيم يجي وفلان يجي وكل الناس في هذا البيت، كلنا نقوم ولا كل واحد يعزمه في حته؟ لا، كلنا نقوم بكرامته في مكان واحد، في مكان واحد وفي زمان واحد.